الشر. فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك يا أرحم الراحمين. لازال الكلام متعلقا بما أو متعلقا بالوضوء ونواقضه. قلنا في ويجب استبراء الأخبثين مع سلت ونتر ذكر وشد دع. تكلمنا عن البيت، بقيت كلمة وشد دع. قلنا السلت والنتر أن يأخذ الرجل إصبعه السبابة والإبهام يبر بها من أصل قصبة الذكر إلى نهايته بجدب خفيف. قال هنا وشد دع، يعني هذا السلت والنتر ينبغي أن يكون بخفة، لأنه لو كان بشدة يؤثر على المتانة. قلنا بعض العلماء، ما نبوش حتى نقول بعض المذاهب، بعض العلماء قال السلت والنتر بدعة، يعني لم ترد بهما السنة. السنة فعلا لم ترد بمعنى كلمة السلت ولا بمعنى كلمة النثر. والخلاف هو في الحديث الذي قلناه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحائط من حيطان مكة أو المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان، فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال بلى. قال أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله أو لا يستبرئ من بوله. فالمالكية قالوا الاستبراء من البول اللي هو محرم في هذا الحديث لأن أحد الرجلين يعذب من أجله، قالوا الاستبراء المطلوب أو الواجب لا يتحقق إلا باستبراء الأخبثين، هذا بالبقاء قليلا مع السلت والنتر. يعني لو بقيت قليلا دون سلت ونتر عند المالكية لا يتحقق الاستنزاه من البول ولا الاستبراء من البول. وكذلك لولا السلت والنتر لا يتحقق فتقع في المحرم. هو قال لا والله، وحتى المالكية نبهوا على هذه المسألة، قال الذكر مثل الضرع، مثل ضرع البقرة. إذا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. أقررته قر، عبارة الشيخ ابن تيمية قال إذا أقررته قر وإذا أضررته در، يعني ضرع البقرة حتى بعد أن يكتمل اللبن
لو جذبته بقوة مرة واثنين وثلاثة يخرج بعض اللبن، فكذلك الذكر لو شددته مرتين وثلاثة بالقوة يبقى شيء يخرج. فقال هذا السلت والنتر يخالف المطلوب. قالوا لا، هنا نحن ننظر إلى هذه المسألة، وهي أن شد الذكر بقوة وكذا يسبب أضرارا للذكر نفسه، وقد يخرج أيضا البول مع أنه ليس فيه. فقالوا نحن قلنا وشدد، نبهنا على هذا الأمر، فيكون الحقيقة المسألة مسألة عادة. لا نقول أنت كل الناس ينفعهم مذهب المالكية، ولا نقول إن قول ابن تيمية ينفع كل الناس. ما لكيف؟ من يرى أن استنزاهه من البول وتخلصه من البول لا يتحقق إلا بالسلت والنتر فيجب عليه السلت والنتر، ومن يرى أن السلت والنتر يضره ولا ينفعه بعد ذلك حتى المالكية يقولون له خذ بالرأي الآخر. لكن عادة الناس أنه لا يتحقق لهم الاستنزاه إلا بالسلت والنتر، ولذلك أوجبوه إضافة إلى الاستبراء. والأخبتين قلنا هما البول والغائط، لأن إذا كان البول عدم الاستنزاه منه يؤدي إلى العذاب، أو عدم الاستتار منه يؤدي إلى العذاب، من باب أولى الغائط لأنه أشد منه. وإن كان غالبا الناس يتحرزون من الغائط باعتبار تبقى له أثار رائحة ومنظر وكذا فيتحرز منه، لكن البول لأن غالبا لا يبقى على الملابس ولا يراه الناس فكثير من الناس لا يلقي له بالا. بعد ذلك انتقل إلى مسألة أخرى، بعد أن ذكر أولا أن الحدث أو الطهارة وتحصل الطهارة بما من التغير بشيء سلم، بعد أن بين طهارة الحدث والخبث يزالان بالماء، ذكر نوعا آخر من الطهارة اللي هي طهارة الخبث، اللي هي إزالة النجاسة عن بدن وتوب ومكان المصلي. هنا خاصة الاستجمار، هذه خاصة بالبدن وليس كل البدن، وإنما هما المخرجان اللي هو القبل والدبر، فتحة الدبر والقبل وفتحة الدبر. قال هنا ورد في السنة أنه يجوز أن تزال هذه النجاسة بالجمار، وسيأتي ما في حكم الجمار، يجوز إزالتها بالجمار دون الماء، هذان المكانان فقط، لا تزيل النجاسة على التوب بالحك، ولا تزيلها على اليد بالحك، ولا تزيلها من المكان بالحك، لا، أو بالأحجار أو بغير ذلك، بل تزال في هذا المكان فقط. هذه رخصة رخصها الشرع نتيجة احتياج الناس بكثرة إلى هذا الأمر، والماء ربما يكون عزيزا، فالشرع عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم وضع لهم حلا آخر يسمى الاستجمار، بمعنى إزالة النجاسة من القبل أو من الدبر بالجمار، وسيأتي من يجوز له أن يستجمر ومن لا يجوز له ذلك. قال وجاز الاستجمار، جاز بمعنى يجوز لك أن تفعل، ويجوز أن تفعل بغير الاستجمار، وستأتي مراتب ذلك. قال وجاز الاستجمار من بول ذكر كغائط لا ما كثيرا انتشر. قال الاستجمار يجوز من بول الذكر، بول الأنثى لا، طبعا هذا مثال. قال وجاز الاستجمار من بول ذكر، لماذا لا يجوز الاستجمار من بول الأنثى؟ لأن ينتشر، والشرع عندما رخص في الاستجمار رخص في المحل فقط، وبالتالي قال سواء كان بول ذكر أو غائط لذكر أو أنثى بشرط ألا ينتشر كثيرا، فإذا انتشر كثيرا لا ينفع فيه الاستجمار. شخص تبول ونتيجة وضع معين، مرض ولا خلع ولا كذا، انتشر البول على الذكر كله أو نصفه، أو نتيجة وضع معين انتشر الغائط عن مكان المخرج سواء للرجل أو المرأة، هل يجوز له في هذه الحالة أن يستخدم الجمار؟ قالوا لا يجوز له. لماذا؟ قالوا لأن الرخص يقتصر بها على مواضعها ولا يقاس عليها. الرخصة جاءت في القبل والدبر، فلو انتشر على الألية اليمنى ولا اليسرى ولا عليهما، ولا انتشر الغائط جهة الذكر أو البول جهة المؤخرة، هذا كله لا ينفع فيه الاستجمار. وأشار إليه لا ما كثيرا انتشر، بمعنى أن البول أو الغائط إذا انتشر انتشارا كثيرا فلا يجوز فيه الاستجمار. فلذلك كان العرب قريش
كان غالب وضوء الرجال أو استنجاء الرجال إنما يكون بالجمار. فسئل سعيد بن المسيب عن الغسل بالماء أو الاستنجاء بالماء فقال إنما ذلك وضوء النساء. لماذا؟ لأن الرجال غالبا يستخدمون في الجمار وما شابه الجمار مما سيؤتي ولا يستخدمون الماء. عندنا شيئان هنا، عندنا الاستجمار وعندنا الاستنجاء. الاستنجاء إزالة النجاسة بالماء، والاستجمار إزالتها بالجمار أو بما يشبهها مما سنذكره بعد قليل. أيهما أفضل؟ أفضل شيء الجمع بينهما، أن تستجمر أولا ثم بعد ذلك تستنجي بالماء. لماذا؟ لأن هذا أدعى إلى النظافة الكاملة، لأن حتى الماء عندما يلامس النجاسة مباشرة يحتاج إلى وقت، لكن عندما تزيل النجاسة أولا بالجمار ثم تستخدم الماء يكون الماء منظفا 100% وكأنك يعني في الشبك كأنك غسلت بالمية والصابون. فأولهما الجمع بينهما، ثانيهما في الأفضلية الاستنجاء بالماء، وهذا غالب ما نفعله الآن. ثالثهما أو ثالث مراتب الأفضلية هو استخدام الجمار، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وفعل هذا في أكثر من مناسبة. فهذا هو الاستجمار الذي يجوز من بول الذكر مثل الغائط بشرط أن لا ينتشر كثيرا. ذكر منها أشياء أخرى لا يقاس عليها، قال خروج المذي، خروج المذي هذا لم يأتي فيه الاستجمار، لابد من إزالته بالماء مع غسل الذكر بالكامل. أيضا دم الاستحاضة من المرأة، المرأة عندنا حيض وهو المعروف المسمى بالدورة أو العادة الشهرية، وعندنا استحاضة وهو الدم النازل لعلة وفساد، ليس دم حيض وإنما نزيف، احنا نقولوا له نزيف. هذا لا يجب الغسل كما سيأتي، ولا يمنع من الوطأ ولا يمنع الصلاة حتى وإن كان الدم يقطر من المرأة. فقلنا هذا لا ينفع فيه الاستجمار، لابد فيه من الاستنجاء بالماء. أيضا بول المرأة باعتباره ينتشر لابد فيه من الاستنجاء بالماء ولا ينفع فيه الاستجمار. فهذه رخصة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في البول والغائط فقط بشرط أن لا ينتشر كثيرا فيقتصر عليها في محلها. الاستجمار قالوا إما من الاستطابة وإما من استخدام الجمر اللي هي الحجارة. فهل المقصود الاستجمار فقط ولا أي شيء يقوم مقام الاستجمار؟ قالوا أي شيء طاهر منقم غير مؤذن وغير مؤذن وغير محترم يجوز لك أن تستجمر به. طاهر، هل يجوز الاستنجاء بثوب مثلا كله نجاسة أو بروثة مثلا يابسة، الروثة اللي هي فضلات الأبقار ولا غيرها إذا كانت نجسة، هل يجوز أن يستنجى بها؟ لا يجوز، لأنك أنت الآن بتزيد نجاسة بنجاسة، لا يستقيم هذا الأمر. وهذا ما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، أمر ابن مسعود تقريبا أو أحد الصحابة، أمر أحد الصحابة أن يأتيه بثلاثة أحجار، قال فوجدت حجرين فالتمست الثالثة فلم أجده فأتيت بروثة، هذه فضلات الحيوانات يابسة، أتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ منه الحجرين وألقى الروثة وقال إنها ركس، يعني ركس أو نجس بمعنى أو نجس بمعنى واحد. فالمالكية أخذوا من هذا الحديث أنه لا يجوز الاستجمار بشيء نجس. أيضا لابد أن يكون منقب، فلوح الزجاج مثلا، هذا اللوح المدور، ليس اللي يجرح لأن هذا يتبع شرط آخر. لوح الزجاج هذا نتيجة نعومته وملمسه الرطب لا يزيل النجاسة، فلابد أن يكون هذا المزيل أو هذا الشيء الذي تريد أن تستجمر به لابد أن يكون منقيا، منديل، حجرة، قطعة خشب يعني ليس فيها ما يؤذي، أي شيء يكون طاهرا ثم يكون ثانيا منقيا، ثم لا ألا يكون مؤذيا. ما يأخذش واحد مثلا حديدة فيها جزء مسنن أو زجاج مكسور يفعل به الاستجمار أو أي شيء يؤدي إلى جروح المنطقتين المراد تنظيفهما،
هذا كله لا يدخل في جواز الاستجمار، لابد أن يكون غير مؤذن أيضا، وأن لا يكون محترما. لا تستنجي مثلا بالورق المكتوب، ولا لا تستنجي بالذهب والفضة، ولا لا تستنجي بالنقود، هذه كلها أمور لا يجوز الاستنجاء بها. لماذا؟ لأنها محترمة شرعا. الباري عز وجل جعل صفة التمنية في الذهب والفضة، واحترمت لهذا الأجل الذي أمرنا الله به الحفاظ عليها. كذلك النقود، الورق اللي فيه الكتابة سواء كانت كتابة عربية ولا غير عربية، أو الورق نفسه إذا كانت تدخل فيه النشا أو الطعام، واحد بيأخذ خبزة يابسة يريد أن يستجمر بها أو كذا، نقول له لا، هذه وإن كانت طاهرة وإن كانت غير مؤذية وإن كانت منقية لكنها محترمة ولا يجوز الاستجمار بالمحرم. قال المالكية لو استجمر بأحد هذه الأشياء، استجمر بشيء مؤذن وأزال النجاسة، أو استجمر بطعام محترم وأزال النجاسة، يكفيه ذلك ولا لا يكفيه؟ قالوا من ناحية الصحة يكفيه، ولكن نقول له ارتكبت أمرا محرما، إما أضررت بطعام أو شيء محترم أو آذيت نفسك، والنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الضرر والضرار، اللي من إحدى التعريفات لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر لنفسك ولا تضر غيرك، لأن كما لا يجوز لك أن تقطع يد رجل أو تفقع عينه أو تضربه، كذلك لا يجوز لك أن تفعل ذلك بنفسك. ما تقولش والله إني نفسي حر فيها، لا، الباري عز وجل شرف هذا النفس عن مثل هذه الأمور. فهذا هو الاستجمار وما يتعلق به. قلنا الجمع بينهما هذا مدح فيه أو مدح به الله عز وجل أهل قباء، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، نزلت في أهل قباء. سألهم النبي صلى الله عليه وسلم لماذا هذا الوصف أن الله يحبكم، قالوا له مع الحجارة نستعمل الماء، أو كانوا يستعملون الماء، ففيه أفضلية على استخدام الحجارة وإن كانت الحجارة جائزة. مسألة أخرى، النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن استجمر فليوتر، من استجمر فليوتر، يعني ثلاثة فما فوق، ثلاثة خمسة سبعة، المهم في وتر. وقال ألا يجد أحدكم ثلاثة من الحجارة يستجمر بها أو يستنجي بها؟ فهل المقصود هو الثلاثة ولا المقصود الإنقاء؟ قالوا المقصود الإنقاء، فإذا أنقيت بواحدة حصل الفرض، ولكن يندب لك ندبا أن تستخدم الثانية والثالثة حتى مع النظافة، حتى مع النظافة. لماذا؟ لتحقق السنة. ولكن لو استخدمت ثلاثة وما نظفتش، نقول لا والله درت الوتر ومعشني بندور النظافة، ما ينفعش، لابد من الإنقاء، هذا هو الأساس. فإذا حصل الإنقاء بواحدة ولا اثنين زد الثالثة سنة، حصل باثنين ولا أربعة زيد الخامسة للسنة، لو ما زدتش فالاستجمار صحيح ولكن فاتك أجر الإيتار اللي هو الوتر في السنة. أكمل الكلام عن الوضوء، بقيت بعض المسائل لم يذكرها وهي مهمة، نذكر منها سريعا. ماذا يمنع الحدث، أو من ماذا يمنع الحدث المسلم؟ أنت لما تكون غير متوضي ماذا تستطيع، ما الشيء الذي لا تستطيع أن تفعله؟ عندنا ثلاثة أشياء، أولها الصلاة، الصلاة هذه من أحدث حدثا أصغر لا يجوز له أن يصلي، ولو صلى وهو يعلم أنه غير متوضي فذلك حرام. علاش حرام؟ لأن كذب، أنت تعرف روحك عندك شيء معين لابد له من شروط، وتعرف أن الشروط هذه غير متوفرة فيك، ففعلك له بدون الشروط هذا من قبيل الكذب وهو محرم. أيضا يمنع من الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه المنطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير. الطواف مثل الصلاة بالتمام بتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الفرق الأساس، يعني في فروق أخرى، لكن الفرق الأساس بين الصلاة والطواف أن الصلاة لا يجوز فيها الكلام الخارج عن الصلاة، والطواف يجوز فيه الكلام. تقدر تقول لي واحد حول قدم وخر جيب لي كذا سكر دير عادي، لكن هذا الأمر لا تستطيع أن تقوله في الصلاة إلا إذا كان لإصلاح الصلاة.
أما إذا كان لغير إصلاح الصلاة حتى وإن كان واجباً لإنقاذ نفس مثلاً، واحد أعمى ماشي قدامك وفي بير مثلاً، ولا عيل يلعب بمسمار في بريزة ولا كذا قدامك، الآن هنا يتعين عليك الكلام، وهذا الكلام ليس لإصلاح الصلاة. ما تقولش لا والله خلي نتم صلاتي، خلي يضرب اليتريك ويموت، ولا خلي الأعمى يطيح في البير، ولا خلي هذا يقص تضرب السيارة. لا، يجب عليك أن تتكلم وتبطل صلاتك ثم تبتدئ من جديد. ما تقولش خلي نتم الصلاة وهذاك اللي يصير ليصير له. لا، يجب عليك أن تقطع الصلاة وتتكلم، لأن هذا كلام ليس لإصلاح الصلاة. لكن إذا كان الكلام لإصلاح الصلاة فهو جائز. تقول الإمام والله مايل شوية قدم، ولا تقول له راه في رجلك لمعة وانت خلي حد استخلف، الإمام لخبط بك ما عرفش، تقول له راه هذه الركعة الثالثة ولا الرابعة ولا نسيت كذا، لأن يبدأ بالتسبيح، فإذا لم يفهم بالتسبيح تستطيع أن تشرح له، حتى الشرح بشرط أن يكون لإصلاح الصلاة وما تزيدش على اللي يحتاجه. لما يفهم منك ما عاش تزيد تشرح خلاص، لأن هذا ليس لإصلاح الصلاة وإنما هو كلام زائد. المسألة الثالثة التي يمنعها الحدث الأصغر اللي هي مس المصحف. عند المالكية مس المصحف للمحدث حدثا أصغر غير جائزة. لابد لك من أن تتوضأ. تلاوة القرآن من الحفظ تتلو كما شئت، الدخول للمسجد تدخل وأنت غير متوضئ لا بأس في ذلك، لكن مس المصحف هذا لا يجوز إلا مع الوضوء. مس بعود ولا وضع في حقيبة ولا نحط تحت حاجة ونقيمة ولا، هذا كله غير جائز لغير المتوضئ، إلا إذا لم يكن مقصودا بالحمل. يعني ني ماشي للجامعة ولا ماشي للمدرسة ولا اللي هو وعندي مصحف وأني مش متوضي، والمصحف هذا محطوط في الشنطة، الآن أني بنرفع الشنطة مش المصحف. إذا كان قاصده هو بالتبعية وليس بالأصالة يحرم عليه ذلك، لكن إذا كان مش قاصده بالأصالة وإنما جاء تبعا بنمشي نسافر حطيتها في الشنطة اللي شادها مثلا، أني مش قاصد الآن المصحف، قاصد مجموعة الأشياء اللي من ضمنها المصحف، هذا يجوز لا بأس بذلك. لكن أن تحمل بعلاقة ولا تحول بواحد ولا تقلب ولا كذا وأنت غير متوضي هذا لا يجوز إلا لضرورة. إذا كان لقيت لا قدر الله مصحف مرمي في مكان خطأ ولا يهان ولا كذا، هذا بعد ذلك لا بأس أن تحمله بيدك. فهذه الثلاثة أشياء التي يمنعها الحدث الأصغر: الصلاة ومس المصحف. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، هذا نفي، وقالوا النفي هذا أبلغ في الدلالة على النهي. فرق بين أن يقول لك لا تمس القرآن وأنت غير متطهر وأن يقول لا يمسه إلا المطهرون. النفي هذا مع أنه غير صريح في النهي، لكن قال هو أبلغ في الدلالة على النهي، وكأن الباري عز وجل علم أن المؤمنين استجابوا لأمره ولم يمس أحد المصحف إلا وهو متوضي، فقال لا يمسه إلا المطهرون. فهو وإن كان ليس بصيغة النهي لكنه صريح في الدلالة على عدم مس، على خلاف بين المذاهب في ذلك، وعلى خلاف حتى في مذهب المالكية نفسه. لكن المشهور في مذهب المالكية أنه لا يجوز لغير المتطهر أن يمس المصحف، هذا الحدث الأصغر، ومن باب أولى الحدث الأكبر. حكم الجزء اللي نقوله للربعة مثلا نحني ولا ثلاثة أجزاء ولا أربعة، هذا كله حكم الكل، حكم المصحف بالكامل. حكم الكتب اللي فيها قرآن، واحد واخد تفسير الجلالين مختصر شادة ولا واخد أي تفسير وشادة، هل هذا يعطى حكم القرآن؟ لا يعطى حكم القرآن، لأن هذا لما بيجي واحد ما بيقولش يقول خيرك شاد مصحف، يقول خيرك شاد تفسير، خيرك شاد حرز. فما لا يسمى مصحفا شرعا هذا يجوز مسه بدون طهارة، ما يسمى مصحفا شرعا سواء كلا أو جزءا فهذا لا يجوز مسه إلا مع الطهارة على خلاف في ذلك. بعد ذلك انتقل إلى مسألة أخرى وهي فرائض الغسل وسننه ومندوباته. قال فروض الغسل قصد يحتضر، فور عموم الدلك تخليل الشعر. هنا قال فروض الغسل، يعني عندنا الوضوء والغسل،
كلاهما مغاير من ناحية اللغوية. لما نقول الوضوء بمعنى الفعل اللي هو غسل الوجه واليدين والرجلين ومسح الرأس، هذا الوضوء بالضم. أما الوضوء بالفتح فهو الماء المعد لهذه الطهارة، وهذا وارد كثيرا في الحديث، يقول أحضرت له وضوء، وضعت له وضوء، سأل من وضع لي وضوئي. فالوضوء بالفتح هو الماء المستعمل، والوضوء هو الفعل. في الغسل بالعكس، الغسل بالضم هو الماء المستعمل، والغسل هو تعميم ظاهر الجسد بنية مع الدلك، تعميم ظاهر الجسد بالماء بنية مع الدلك. فدائما كما قلنا هذا تعريفه، تعريف الغسل تعميم ظاهر الجسد غير الظاهر، هذا لا يحتاج إلى غسل، بالماء مش بأي حاجة آخر، بنية مع الدلك. لابد أن تكون هذا التعميم بنية، ولابد أن يكون بالدلك أيضا، وسيأتي هذا الكلام فيه، لأن غير المالكية لا يرون الدلك واجبا. قال فروض الغسل يبدأ دائما بالفرائض لأنها هي الأهم، وهذا قلناه، الفريضة هي التي تتوقف عليها صحة العبادة، أما السنن والمندوبات لا تتوقف عليها صحة العبادة، وإنما يتوقف عليها الأجر الزائد في العبادة. فقال فروض الغسل قصد يحتضر. ما المقصود بالقصد؟ بالقصد هنا النية، المقصود به النية، لكن ما جابهاش هيك لأنه بيجيب كلمة الشعر، فبدل أن يقول نية ولا يستقيم الوزن أتى بقصد يحتضر، لا بد من النية. مكان النية هذه متى؟ قالوا في أول بدء للغسل، إذا كان، لأن سيأتي أن من مندوباته غسل اليدين قبل إدخالهما للإناء، إذا كنت أنت لما بتغسل يديك هذاك وانت تبدأ في الغسل فتنوي في ذلك المكان، إذا كنت ما تبيش تغسل يديك وتبدأ من إزالة ما بين السرة والركبة أو المذاكير كما ورد في الحديث ما على الفرج سواء للذكر أو الأنثى، إذا كنت تريد أن تبدأ من ذلك المكان تبدأ النية من ذلك المكان. ماذا ينوي فيها؟ مثل الوضوء. قال في الوضوء، قال ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض. نفس الشيء هنا، تنوي رفع الحدث الأكبر، ما فيش تنوي رفع الحدث الأصغر، لأن احنا نتكلم على الغسل الآن اللي فيه جنابة وفيه حيض ونفاس وفيه بقية الموجبات. قال ولينوي رفع حدث، تنوي رفع الحدث الأكبر، إذا نويت الأصغر لا ينفعك ذلك. أو مفترض، تنوي أنك تريد استخدام أو تريد الاغتسال الذي فرض عليك. أو أمر ثالث، أو استباحة لممنوع عرض، تنوي أن مثلا بالجنابة لا يستطيع الرجل أن يتلو القرآن، يقول والله يعني الآن اللي كان ممنوع علي بالجنابة بنمنع هذا المنع بحيث يولي لي جائز، أو أزيل هذا المنع بحيث يصير جائزا. فهذه الثلاثة أشياء. في الوضوء قال ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض، نفس الشيء هنا. بقيت بعض المسائل البسيطة اللي متعلقة بالنية. المرأة إذا كان عليها جنابة وجاءها الحيض ثم تريد أن تغتسل بعد ذلك، ماذا تنوي؟ إذا نوت رفعهما معا فهذا لا خلاف في المذهب بالإجزاء، ما تديرش غسل للحيض وغسل للجنابة، لا، يكفيها غسل واحد إذا نوتهما معا. فإذا نوت رفع غسل الحيض ونسيت الجنابة، بالغسل هذا نوت أن ترفع الحيض ونسيت الجنابة من بالها، فلا خلاف في المذهب أن ذلك يجزئها. لماذا؟ قالوا لأن الحيض أقوى من الجنابة، الحيض أقوى من الجنابة في بعض الأشياء، وبالتالي إذا نوت الأعلى يندرج الأدنى. الخلاف إذا نوت غسل الجنابة ونسيت الحيض، هل يكفيها ذلك أو لا يكفيها؟ المشهور في مذهب المالكية أنه يكفيها، فيه خلاف في هذه الصورة، ولكن المشهور في مذهب المالكية أنه يكفيها. باختصار، المرأة يجوز لها أن تنوي أي شيء وصلاتها في المشهور صحيحة، أو غسلها على مشهور المذهب صحيحة، سواء نوتهما معا أو نوت رفع الحيض أو نوت رفع
الجنابة في المشهور يكفيها وفي غير المشهور لا يكفيها، لابد، لأن الجنابة أقل من الحيض، أخف موانع الجنابة أقل من موانع الحيض، لأن الجنب يصوم تصوم مثلا، ولكن الحائض لا تصوم. الجنب تستطيع أن ترفع وتصلي، الحائض لا تستطيع أن تصلي، ومجموعة من الموانع. فقالوا الغسل للحيض أقوى من الغسل للجنابة، فإذا نوت الأقوى لا شك في دخول الأقل، وإذا نوت الأقل فالمشهور يكفيها. بقي مسألة غسل الجمعة وغسل الجنابة. شخص عليه جنابة جامع بعد صلاة الصبح أو غير ذلك، وأراد أن يذهب إلى الجمعة ويريد أن يأخذ الثواب رفع الحدث الأكبر وثواب الاغتسال للجمعة. قالوا إذا نوى الاغتسال للجنابة كفاه لهما. قال أني والله بنرفع الجنابة ومش في باله الغسل متاع الجمعة، قال يكفي لهما. إذا نواهما معا، قال والله أني بنغسل للجنابة وبنغسل للجمعة. هني في خلاف في المذهب هل يكفيه أو لا، والمشهور أنه يكفيه. قالوا يكفيه للاثنين، وفي من يقول لا يكفيه لشيء، لكن المشهور يكفيه. المسألة الثالثة، إذا نوى غسل الجمعة ونسي الجنابة، هذا المشهور أنه لا يكفيه، لأن الجنابة الغسل للجمعة مندوب والغسل للجنابة واجب، ولا يكفي مندوب عن واجب. بسم الله الرحمن الرحيم. في نهاية الحصة السابقة جاء سؤال، قال سب الدين حرام، فهل هو ناقض للوضوء؟ ولو كان حرام عادي فلا ينقض الوضوء، على خلاف لكن الجمهور أن المعصية لا تنقض الوضوء إلا إذا كان لها تعلق بالناقضات، مثل الزنا والعياذ بالله، أو قبلة من مرأة لا تحل، أو أي شيء له علاقة بالنقض. أما مثلا لو شخص سرق لا نقول له انتقض وضوءك، شخص كذب لا نقول له انتقض وضوءك، وإن كان واردا في ذلك أثر عن السيدة عائشة، قالت يتوضأ أحدكم من لبن أو كذا ولا يتوضأ من الكلمة العوراء يقولها، لكن الجمهور على خلاف هذا الأمر، وأن المعاصي التي لا تعلق لها بالوضوء لا تنقض. لكن هنا مسألة مختلفة، مسألة سب الدين هذه بإجماع العلماء فهو كفر. سب الدين أو سب الله عز وجل أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم كل ذلك كفر، والكفر ناقض للإسلام ولن يرجع للإسلام. قالوا هو كافر وإن كان يقيم الشعائر، لأن عندنا قاعدة من خرج من الإسلام من باب لا يرجع له إلا من ذلك الباب. شخص والله سب البارئ عز وجل حتى كان يصيم ويصلي ويحج، هذا كله لا ينفعه إلى أن يتوب من هذه المعصية. شخص كفر بالسحر، لأن السحر منشأه كفر، كفر بالسحر ونقول يصلي ويصيم ويحط فيه حتى إمام وكذا، هذا لن ينفعه حتى يتوب من السحر. فسب الدين هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم، سب النبي صلى الله عليه وسلم وسب البارئ عز وجل كل ذلك كفر. والكفر كما قلنا كفر من كفر، يعني من ضمن نواقض الوضوء كفر من كفر. هل في فرق في سب الدين بين أن يكون غاضبا أو غير غاضب أو متعمدا أو غير متعمد؟ معظم الفقهاء على أنه كله كفر، ما دام يعرف شن يقول فهو كافر. إذا غاضب إلى مرحلة الجنون ومعاش يعرف شن يقول هذا ممكن نلتمسوا له عذر، أما الباقي فكله كفر والعياذ بالله، وبالتالي هذا يكون معصية لها تعلق بالوضوء فتكون ناقضة. هو الآن المشكلة غير معاش ولت انتقض وضوءه ولا لا، المشكلة ولت في إيمانه نفسه، هل هو مؤمن ومسلم أو غير مؤمن أو مسلم. تكلمنا عن مسألة الانتقاد، عدم انتقاد الوضوء بأكل لحم الجزور، وهذا مذهب الخلفاء الأربعة وكثير من الصحابة ومذهب المالكية والشافعية والأحناف، والذي قال بانتقاده هم الحنابلة فقط. يعني كان من حسبوها بالورقة والبيرو نقولوا قريب
85 أو 90% لا يرونه مبطلا من الصحابة، جمع كثير جدا لا يرونه مبطلا. الرأي الثاني أنه مبطل لم يقل به صحابي، كله مروي عمن دون الصحابة. من ناحية المذاهب، ثلاثة مذاهب وهي أكثر انتشارا، كلها أكثر انتشارا من المذهب الحنبلي، تقول لا ينقذ الوضوء، والحنابلة فقط هم الذين كانوا يقولون ينقذ، وإن كان دليلهم قويا، لكن كما قلنا المالكية أخذوا بعموم الحديث الثاني، كان آخر الأمرين من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. أيضا لا ينتقد الوضوء بالحجامة، شخص احتجم وهو متوضئ لا ينتقد وضوءه، لا ينتقد بالقي. لماذا نبه على الحجامة والقي؟ لأن الخارج فيه عادة يكون نجسا، سواء الدم أو القي إذا تغير عن صفة دخوله إلى البطن، وهذا ما يحصل غالبا. قالوا مع أن الخارج نجس لكنه لا ينقض الوضوء، حتى دم كثير، قليل ولا كثير لا ينقض الوضوء. ينقض الصلاة باعتبار النجاسة خرجت في الصلاة، إذا تجاوز مقدار الدرهم البغلي ينقضها، لكن الوضوء لا ينتقض بالدم. قال فروض الغسل قصد يحتضر، تكلمنا عنه. قال فور، تكلمنا عنه أيضا، أن يفعل الأعضاء في الوضوء، أن يفعل الأعضاء كلها متتابعة أو متوالية دون فصل كثير، وهو واجب مع الذكر والقدرة. وقلنا أن العاجز يبني ما لم يطل، والناس يبني مطلقا. قال عموم الدلك، لابد من دلك الجسم بالكامل. ينتبه هنا إلى مجموعة من الأشياء، باعتبار الوقت قصير ممكن نخش هكذا. ينتبه إلى مجموعة من الأجزاء، السرة هذه تؤخذ بهذه الطريقة، طبعا غير المالكية كلهم لا يرون الدلك واجبا. ممكن تكلموا بسرعة على دليل المالكية. بالنسبة للأماكن اللي تكلم عليها هنا، السرة هذه لابد من انتباه لها، تضع اليد تحت السرة بقليل وتعبي اليد ماء، ثم تدخل إصبعا إلى الداخل، لأن داخل السرة ينظر، فهو من ظاهر الجسد، فلا بد من استعماله. أيضا الانتباه إلى المغابن، ذكر منها هنا الإبط، لابد من الانتباه له، بحيث لأنه لو بتصب المية هنا وانت بتقول هيك هذا مسح، لابد من اللي مدير بالدوش هذا ولا غيره، لابد أن ينتبه أن الماء قد وصل إلى الإبط لكي يدلكه. أما مجرد الماء يصب هنا هيك وبعدين تقيم ايدك وتقيل تدير هيك، هذا مسح وليس غسل. أيضا الرفغ، الرفغ اللي هو منتهى الفخذين من أعلى، هنا لابد من الانتباه له. هو قال الرفغ مجمع الأوساخ، عادة يكون في الأشياء اللي فيها تكاميش، المرفق في الركبة، في الرفغ، هذا الأشياء اللي فيها تنية عادة يتجمع تحتها العرق. قال وبين الأليتين، هكذا بالفتح، الألية معروفة، الألية جزئين مؤخرة، الألية اليمنى والألية اليسرى، المشهور أن يقولوا إليا، وهي ليست إليا وإنما هي أليا. المنطقة التي بينهما أيضا هذه تحتاج إلى أن تنتبه إليها بإدخال الماء وبعموم الدلك. بعد ذلك هو قال عموم الدلك، ثم قال فتابع الخفية، هذه تسمى الفاء الفصيحة. إذا كان عموم الدلك، إذا كان عموم الدلك واجبا، فلا بد من متابعة الخفي. ذكر منها الركبتين من أمام، لما تبي تغتسل ما تغتسلش بهذه الطريقة، لا، لابد أن تغتسل والركبة متنية. وإذا كان الركبة مستقيمة ولكن يصل الماء إليها عادي، لكن عادة لا يصل إليها إلا إذا كانت متنية بهذا الشكل، من سواء من الأمام أو من الخلف. أو من الخلف لا يستقيم إلا والرجل مستقيمة، هذا الدلك، والرجل مستقيمة يحصل الإنقاء، أما من الأمام فلا يحصل إلا والرجل مثنية. قال فتابع الخفية مثل الركبتين والإبط تكلمنا عليه والرفغ وبين الأليتين. ذكر مسألة أخرى وإن كان فيها خلاف المذهب، قال وسلم عسر بالمنديل ونحوه كالحبل والتوكيل، يعني المناطق هنا التي لا أستطيع الوصول إليها لا باليد اليمنى ولا باليد اليسرى،
المذهب الشيخ مشى على مذهب أنه لابد من غسلها، فإذا لم تصل لها بيدك قال بالمنديل، يعني تأخذ فوطة مبلولة وتتأكد من صب الماء على الظهر وتأخذها بهذه الطريقة من اليمين ومن اليسار أو من الأجناب إلى أن تتأكد أنه قد حصل الإنقاء. هذا قول في المذهب. قال ومثل المنديل الحبل، ما أعرفش كيف يدير، المهم قال تجيب حبل تتأكد أن الدلك وصل للمنطقة التي لا تستطيع الوصول إليها باليد. قال أو التوكيل، توكيل زوجة ولا ابن ولا كذا، إذا كان فيما دون السرة إلى الركبة، إذا كان من السرة إلى الركبة لا ينفع التوكيل إلا لزوجة أو سرية اللي هي الأمة. أما الظهر هذا بعد أن تخفي عورتك يجوز لك أن توكل. هذا قول في المذهب. وقيل لا يجب ذلك، ولعل هذا هو الأسهل والأيسر، ونبوش نقول الأحوط، لكن الأيسر والأسهل. تتأكد أن الماء وصل إلى الجهة التي لا تستطيع أن تصل إليها باليد، ثم تفرغ الجهد في الوصول لهذه المنطقة، يعني ما تقول شكي وخلاص وانت تقدر تزيد تمن، ما تدير شيدك هني بس وانت تقدر تزيد ترفعها لفوق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم فانتهوا. فاللي نقدر نديره هذا يجب علي، اللي ما نقدرش نديره هذا داخل تحته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا قول في المذهب، لا تحتاج إلى منديل ولا تحتاج إلى حبل ولا تحتاج إلى توكيل، تفعل ما وصلت إليه، وما لم تصل إليه فلا حرج عليك فيه. ثم قال ذكر السنن، المضمضة معروفة وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء. بالنسبة لنا احنا تو اللي نديره في الدوش هذا بالشبشابة ولا بالطوب ولا اللي هو، هذا غير سنة في حقنا باعتبار ما الخوف هو ليس من غسل اليدين، وإنما الخوف من تنجيس الماء أو تقذير الماء إذا كانت اليد متسخة. لكن لابد هنا من الانتباه، اللي بيديرها سنة، اللي بيغسل يديه قبل إدخالها للمنديل ولا بيغسلها باعتبارها سنة، لابد أن يعيدها بالفرض، وإلا تنويها من لو الفرض. لكن ديرها سنة تغسل يديك ومعاش تولي لهم، لا، لأن بعدين هادو لمعة زيهم زي أي حاجة. لماذا؟ لأن هذه سنة، وتعميم ظاهر الجسد بما فيه اليدان واجب، فلا يكفي السنة عن الواجب، لابد من الانتباه. يتفعلها من الأول بنية الواجب، يا إما تخليها وتغسلها مع الباقي، يا إما تعودها، لكن ديرها سنة ولا تعيدها أو لا تعيدها في الواجب فذلك خطأ وتكون لمعة. ثم قال غسل اليدين بدءا، أي قبل أن تبدأ في الاغتسال، والاستنشاق والاستنثار، اكتفى بالاستنشاق، إدخال الماء إلى الأنف مع جذبه ثم نثره باليد. قال ثقب الأذنين، هذا تدخل اليد، هذه سنة، الإدخال في الصماخ هذا سنة، لكن غسل الظاهر والباطن واجب. كيف غسل الظاهر وباطن الأذن؟ تأخذ المية في اليد ثم تضع الأذن بهذه الطريقة، ديرها شوية هكى، ثم بعد ذلك تتبع المغابن. هنا ليس مثل الوضوء قلنا هكى وخلاص، لا، لابد من تتبع المغابن هذه والتكاميش والأسارير من الأمام ومن الباطن، هذا باطن الأذن وهذا ظاهر الأذن، لابد من تتبعها. أحسن طريقة هذه الطريقة اللي قلناها، تضمن أن الماء وصل ثم ترخي الماء أو تتركه. لماذا؟ علاش نديره بالطريقة هذه؟ علاش ما ندير شكي؟ لأن الأذن تتضرر من الماء، فهذه الطريقة تجعل الماء لا يصل إلى الأذن، ثم بعد أن يصب الماء لابد من التتبع، الأذن اليمنى أولا ثم اليسرى بعد ذلك. قال مندوبه البدء بغسله الأذى، يعني الإنسان يبدأ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بغسل مذاكيره، أفرغ من يمينه على شماله ثم غسل مذاكيره. هنا ممكن تكون في دليل للمالكية، لأن غير المالكية لا يرون الدلك، يفيضون الماء وخلاص، يعني عند غير المالكية تغتسل في البحر وتطلع تم الغسل، المالكية عندهم لا. هنا ممكن في دليل هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أفاض بيمينه على شماله ثم غسل مذاكيره، عادة هذا يكون من الجنابة وانتشار المني على الذكر.
هل مجرد إفراغ الماء على الذكر يزيله أو لا يزيله؟ يعني جرب أنت، خش للدوش إذا كان شخص متزوج وجامع وبقي بعض المني على ذكري، قوي الشيش مالين تعيا، خليها حتى دقيقتين ولا 10 دقائق، وبعدين مس الذكر. إذا كان لقيت المني وزيله بالكامل بعدين أولي قلب، لكن ستجد أن آثاره باقية وحتى بالحك البسيط لا تذهب. فقوله غسل مذاكيره يعني في ظهره يقتضي الدلك، ولذلك المالكية هو الخلاف في الغسل هذا، هل يقتضي الدلك أو لا يقتضي الدلك. المذاهب الأخرى قالوا الغسل لا يقتضي الدلك، والمالكية قالوا الغسل يقتضي الدلك. ممكن تقوية مذهبهم بهذه المسألة أن غسل مذاكيره، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ بيده، احنا قلنا درنا حاجة أقوى للدوش وقوي للمية وقعد قدامه قداش ما تبي، ولن تجد النجاسة أزيلت بالكامل، لكن مع الغسل والدلك تزال النجاسة. ممكن حد يعترض علينا يقول هذا في إزالة النجاسة، وممكن يكون عنده حق. قال مندوبه البدء بغسله الأذى، اللي هي من السرة إلى الركبة عادة، هو إن كان الأذى ما جاوز الذكر والمقعدة، لكن قالوا باش تطلع من الموضوع هذا ومعاش تمس الذكر مرة أخرى، لأن مس المرأة فرجها سئلت فيه أيضا وتكلمنا عليه، قلنا لا يحدث النقض للوضوء إلا بإلطاف المرأة، وتكلمنا على الإلطاف، أما مجرد مس الفرج دون إلطاف فلا يبطل عند المشهور في مذهب المالكية. قال تغسل ما بين السرة والركبة، التسمية تبدأ فيها قبل الدخول للحمام، لأن ينزه ذكر الله عز وجل عن التسمية في هذا المكان، فقبل ما تدخل الباب تسمي، وإذا كان ما سميت تسمي في سرك، مع أن ما فيهاش أجر، لكن قالوا للتعود لكي لا تنساها مرة أخرى. قال تتليت رأسه كذا، عندنا الغسل كله لا يطلب فيه التكرار، حتى أعضاء الوضوء ما ديرهاش ثلاثة ثلاثة، تكتفي بالمرة الواحدة. الحاجة الوحيدة التي يندب تكرارها هي الرأس، تأخذ المية في الأصابع، مش هيك في الأصابع، ثم تخلل بها الشعر بالكامل مرة واثنين وثلاثة، ثم بعد ذلك تفيض الماء وتغسل وتخلل مرة أخرى. لماذا هذا التخليل؟ قالوا فيه فائدة طبية، أنه يمنع الزكام ويمنع الرأس من التفاجؤ بالماء، وخاصة إذا كان باردا. ممكن خلوها هنا نتكلموا دقيقة عن مسألة الامتحان. مسألة الامتحان عندنا 10 أبيات حفظ من فرائض الوضوء 6، وهي 10 أبيات بعدها، ما يبيش نقول اذكر 10 أبيات، لكن نجيب عجز البيت ونقول اذكر صدر البيت ونقول اذكر العجز، أو نجيب العجز ونقول اذكر الصدر. بقية الأسئلة بيت بيت، ونقولك ماذا تستفيد من كلمة كذا، أو ماذا يشترط من كلمة كذا اللي موجودة، أو ما معنى الفور في دلك وفور ونية في بدئه، وبعض الأحكام البسيطة سيكون بإذن الله سهلا ولن يكون صعبا. بارك الله فيكم وسهل الله. نعم، لوين مخدين هذا سننه، هذا البيت هذا سننه مضمضة، هذا حتى الأخير هذا ما ناخدوش، والله ورسوله أعلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.